الايفنت ان احنا في بارت 1 نشوف السوق بره، السوق الاجنبي وصل لايه، ايه التولز اللي وصلوا لها، وشفنا الكلام ده مع ستيف موري قد ايه ان هم حتى بيعرفوا عندهم تولز وسوفت ويرز كتير وبيقدروا يستخدموها حتى بالريموت كنترول والاكس بوكس، وان هم وصلوا لمرحله متقدمه جدا في الفور دي بلاننج. وشفنا مع فور دي جروب ليه احنا اصلا نستخدم الفور دي بلاننج، وكل الاسئله اللي كانت ممكن تورد على دماغ اي حد اول ما يسمع فور دي بلاننج. انا شغال كونستراكشن مانجمنت، شغال بلاننج، وبعرف اعمل كنترولنج على التايم، ليه ابدا اربط مع الموديل البيم؟ هل ده افكتيف؟ هل ان هو هيوفر عليا وقت وتايم، وقت وفلوس؟ وشفنا الاوجمانتد رياليتي وهي تكنولوجي جديده خالص ان احنا نقدر نستخدمها حتى من خلال الموبايلز وابلكيشنز كتير شفناها مع كانر. بارت 2 ناس معانا من داخل الماركت، في منهم بايونيرز في عالم البم والفور دي، ومنهم ناس ليدنج جدا في الشرق الاوسط. في بارت 1 كان معانا كريس وديفيد وجيمس، هما ناس دول كان بيمثلوا فور دي جروب واتكلموا على الاسئله العامه. وبعد كده كان معانا مستر ستيف موري وهو مانجر في سكادولينج انوفيشن روبن ومورتن، وهو اتكلم اكتر عن برودكتس بيستخدموها كتير بره، وعرفنا كميه برودكتس حلوه جدا. وكانر كان في اخر يوم في فيز 1. النهارده في فيز 2 هيبقى معانا مستر عمر سليم، مهندس عمر سليم، وهيكون معانا بكره ان شاء الله مهندس عمر، مهندسه ساره، هو بين مانجر 4D سبيشالست، هيتكلموا اكتر عن ال4D لو انا حابب اخش المجال اعمل ايه. مهندس عصام العبسي هيكون يوم السبت، وهيكون يوم الحد معانا ريبريزنتيفز من اوتوديسك وكامت، وهيكون مفاجاه في اليوم ده. انا شريف، وواحد من هيكون معاكم كوردينيتور في الايفنت، ومعانا مهندس عمر وتيم اياسس موجود. تفضل يا عمر، ممكن تتفضل. شكرا باشمهندس شريف. النهارده معانا واحد من ايقونه البي اي ام، او من اوائل الناس اللي بداوا يعرفوا المجتمع في الميدل العربي وفي الميدل ايست عامه بمجال البي اي ام، مهندس عمر سليم. كان من اوائل، من اكتر من 12 سنه خبره في مجال البي اي ام، من اوائل الناس اللي بداوا قنوات على اليوتيوب ويعلموا الشباب اللي بتبدا عايزه ازاي تبدا المجال، ازاي تدخل في المجال. كان بيبدا يتكلم من الصفر حتى لغايه مرحله ادفانسد في الفيديوهات بتاعته على اليوتيوب. مهندس عمر سليم النهارده هيتكلم معانا على الهيستوري بتاعت البي اي ام وانتروداكشن عن البي اي ام بشكل عام، وبعد كده هيبدا يشرح ورك فلو البي اي ام في البداية، وبعد كده هيبدأ يشرح لينك البي اي ام بي 4 دي، وهيتكلم عن كيس ستادي ريليتد لل 4 دي، ازاي المشروع من اي تو زد، من اول ما تبدا في مرحله يشرح استفاده اللي هو كبي اي ام مانجر استفادته او بيقدر يستفيد ازاي من ال 4 دي. مهندس عمر سليم خبره اكتر من 12 سنه في مجال البي اي ام، اشتغل مع شركات كبيرة جدا زي جي سي سي وهاف قطر وشركة يو سي سي. مهندس عمر سليم من الناس المشاركين في قطر يونيفرسيتي ان هو اسيستنت ريسيرشر اسيستنت، وطبعا هو فاوندر لبي اي ام اريبيا. هو غني عن التعريف ومش محتاج مقدمة. خلينا نرحب بمهندس عمر سليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا باشمهندس شريف، وشكرا باشمهندس عمر، الف شكر حضرتك. انا هبدا اشير الشاشه. يعني بدايه اشكركم على الدعوه الكريمه، واشكر الساده الافاضل اللي سبقوني، واتمنى التوفيق للساده الافاضل اللي ان شاء الله يعني يسعدونا ونتعلم منهم باذن الله في المحاضرات القادمه باذن الله. النهارده هنتكلم ان شاء الله على البيم 4 دي موديلنج. طيب عايزين نبدا كده نفهم واحده واحده ايه الموضوع. النهارده هنتكلم على مقدمه عن البيم، مقدمه عن ال 4 دي، ايه هي الفائده بتاعته، وايه ازاي نبدا نعمل موضوع ال 4 دي. طيب احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم، تعالى نبدا من البدايه خالص، من بدايه شغل المقاولات وشغل ان هم يعملوا مباني عملاقه او يعملوا مثلا شغل زي الاهرامات،
او المباني البرج بابل مثلا الحاجات ديت المشاريع ديت. طيب المشاريع دي اولا لازم نبقى عارفين المشروع ده هيكلف كام، هيتعمل بوقت قد ايه، الحاجات دي كلها. بس ما كانش بالدقه بتاعت دلوقتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المشاريع دي كانت مشاريع قوميه، تمام، فمش فارق معاهم الفلوس، حقيقه مش فارق معاهم الفلوس. فدي عامله عامل قوي جدا ان هو الميزانيه مفتوحه، الوقت ممكن يقعد وقت طويل، ممكن يقعد 10 سنين 15 سنه. دلوقتي لا، الراجل او صاحب المشروع عايزك تعمل المشروع ده مثلا في قد ايه، انت تقول له 10 سنين، يقول لك لا انا عايزه في سنتين، انا عايز افتتح المشروع دوت. فالموضوع لازم يكون مدروس كويس جدا بحيث ان احنا نوفر قدر الامكان في اي هالك. فلذلك في مثلا اداره من انواع الادارات مثلا زي اللين مانجمنت بيحاول يقلل الهدر بحيث ان هو يوفر. فدي من الحاجات القويه جدا، بس محتاجه تولز. من ضمن التولز ديت ان احنا نستخدم الفور دي، فنبقى شايفين اي هدر موجود ونخلي بالنا منه ونبدا نشيله. لما يكون موجود عندك اسكادولات موجوده في البرامج زي البرامافيرا او الام اس بروجكت او البرامج الخاصه بالجدول الزمني، ممكن ما تنتبهش ليها. انما لما تبقى شايفها قدامك فور دي بتبدا تنتبه ليها. فدي حاجه مهمه جدا، ان دلوقتي المشاريع دلوقتي مضغوطه في الوقت ومضغوطه في الفلوس، فانا لازم اقدر اديرها بشكل قوي. زمان كانوا بيستخدموا يرسموا حاجه مثلا على الورق، وبعد كده حصل نقله من الورق للكمبيوتر، كانت النقله رهيبه جدا، تمام. النقله الاكبر من الكاد للبيم، ان احنا لازم نبقى فاهمين التكنولوجيا نفسها وفاهمين الابعاد بتاعتها وهكذا. زمان مثلا دي من تقريبا 3000 سنه كانوا بيرسموا المخططات نفس طريقه الرسم في الكاد. فاحنا لا، احنا بننقل بقى من الحاجات اللي بقى لها الاف السنين متعودين عليها لنظام تاني، سيستم تاني، اللي هو سيستم البيم. طيب ده مثلا نموذج لمشروع موجود، دي نموذج اتعمل لكنيسه قبل ما تتبني. النموذج دوت او الكنيسه دي اتبنت سنه 1672. النموذج ده حتى الان موجود جوه الكنيسه، وزي ما انت شايف تقدر تتخيل شكل المبنى هيتعمل ازاي قبل ما تبدا فيه. احنا بقى يعني عشان تعمل موديل زي ده بيكلفك جهد وبيكلفك وقت وبيكلفك فلوس، على الكمبيوتر ما بيكلفكش حاجه خالص. دي فكره البيم، ان انا بعمل نموذج كامل للمبنى بكل التفاصيل وكل حاجه. زائد بقى هنتكلم النهارده على البعد الرابع، اللي هو ان انت بتزود الزمن بحيث ان انا هشوف انا اللي هتبني الاول، هل هبني دي الاول ولا دي الاول، ولا المبنى هيتقسم على الحاجات، ولا هبدا مثلا خلص الجزء دوت وبعد كده اروح للقبه ديت. فببدا ابقى متخيل شكل المشروع هيبقى عامل ازاي، وده مهم جدا في اداره المشاريع الحديثه. يعني في اسلوب اسمه لاست بلانر، اللي هو ان انا عايز كل الناس تبقى فاهمه المشروع هيبقى ماشي ازاي من اصغر عامل. يعني حتى مش بتكلم على رؤوس العمال، لا، اصغر عامل يبقى فاهم الجزء المطلوب منه وهيفيد في ايه، وايه اللي هيتم قبل ايه، وايه اللي هيتم بعد ايه. فده هيفيدني لو انا اشتغلت بالبيم واشتغلت في 3 دي وال4 دي. دي الطريقه التقليديه زمان، ان كان كل واحد بيعمل لوحه ويبعتها للتاني ويعمل لينك و و و ففي تلاقي قدامك لوح كتيره جدا ولخبطه ومش عارف انا حاجه اللي بتتم. تكنولوجيا البيم لا، هو موديل واحد وكلنا بناخد المعلومه اللي احنا عايزينها منه. كل واحد يفتح ويشوف مثلا هو عايز معلومه في الدور الكام خاصه بايه، ويقدر يحصل عليها في ساعتها. على سبيل المثال لو انا عندي اسانسير، هتدخل على الموديل هتعلم عليه. كمعماري هتبدا تفهم الفتحات عامله ازاي، كانشائي هتشوف موضوع الكاميرات، ككهرباء، كميكانيكا، كل الاقسام تقدر تدخل وتاخد المعلومه اللي هي عايزاها. طيب موضوع البيم ده جديد، لسه بادئ بقاله مثلا 5 سنين ولا حاجه؟ لا، هو الفكره نفسها بدات من سنه 1962، فالموضوع قديم جدا، والتكنولوجيا يعني ناس كتيره تنبأت بيها، ان انا لو حطيت كل معلومات المشروع على الكمبيوتر هقدر احصل على كل المشاكل اللي ممكن تحصل قبل ما تحصل، واقدر احلها قبل ما نبدا ننزل للموقع. ده واحد اسمه دوغلاس انجلبرت كان عمل مقاله، هو ده اللي اخترع الماوس، او من الناس اللي شاركوا في صناعه الماوس، فكان بيتكلم على الموضوع دوت. طبعا في حاجات كانت معموله مثلا حاجات كام وكاد سنه 1963، وبعد كده بدا مثلا موضوع ده اول برنامج اتعمل كابيم اتعمل سنه 1984، تمام. ده يعتبر الاب الروحي مثلا للاركي كاد، لان هو كان في شركه جرافي سوفت كان اسمه رادار، وهكذا. ففي تطور. طيب ليه قعد فتره على الموضوع ما انتشر؟ لان الاجهزه، من ضمن الاسباب يعني، الاجهزه ما كانتش قادره انها تشيل كل المعلومات بتاعت المشروع، الاجهزه بتاعت زمان.
فلما حصل تطور في الأجهزة بدأ الناس تقدر تشتغل عليها في البيت وتقدر تشتغل عليها في الشغل، وبدأ الناس تبدأ تتعرف عليها. طيب موضوع البعد الرابع والنفس ووركس والحاجات دي، البعد الرابع كان فيه تجارب عليها من سنة 1993، تمام؟ فاحنا لازم ايه يعني ايه النهاردة نبدأ ننزل ونشتغل ونتعلم ونحط الموضوع في دماغنا، لأن الموضوع مش جديد. يعني الموضوع الناس كتير بدأت تشتغل عليه من 1993، بدأوا يعملوا 4D موديل، النفس ووركس من 2001 وهكذا. يعني الموضوع عايزين نبدأ فيه بسرعة جدا. طيب البيم Building Information Management، ان انا ادير معلومات المبنى. سريعا مش هنشرح البيم لان اكيد طبعا كل الحاضرين عارفين ايه هو، بس الاي دي انفورميشن، فاحنا لازم نحط كل المعلومات اللي ممكن تفيدنا في المشروع. فانت كواحد شغال مثلا في موضوع التخطيط للمشروع او البلانر او هيمشي المشروع ازاي، فانت لازم تدخل كل حاجه هتتعمل امتى وتتم ازاي وهكذا. فموديل بيم هنقدر نشتغل فيه بشكل كواليتي، ونقدر نقلل الهدر في الماتيريال، ونقدر نشوف موضوع الهيلث اند سيفتي ونقلل الحوادث، نقدر نشوف موضوع سكادول، ودي النقطه اللي احنا مركزين عليها، موضوع البادجت. واغلب البرامج اللي شغاله في موضوع الفور دي حطت البادجت في قلب البرنامج، يعني خلت هو برنامج واحد للاثنين، قال لك كل المعلومات بتاعت المشروع بتتجمع في الموديل بتاع الفور دي، خلاص هنحط موضوع الزمن. وده ضاف لنا فايده حلوه قوي، ان انا اقدر اعرف تكلفه المشروع بعد شهرين كام، بعد 4 شهور كام، بعد 6 شهور كام. انا معايا دلوقتي 2 مليون في المشروع، طيب ال 2 مليون دول هيقعدوا معايا لحد شهر كام، وبعد كده لازم اجيب فلوس والا المشروع هيقف. فاصبح حاجه قويه جدا، ومشاريع كتير كانت بتوقف بسبب ان انا مش قادر اعرف المشروع هيقف امتى، او الميزانيه او الفلوس او كده. اصبح 4D وال5D بيساعدني في التنبؤ بالمشروع. طيب الموديل بتاع البيم المفروض هيتم معايا في كل المراحل بتاعه المشروع، من اول ديزاين للبيلد للاوبريت. طيب وال4D، ال4D برده بيبدا معايا من قبل ما ابدا المشروع، ببدا اشوف الترتيب الحاجات هتتم ازاي. وبعد ده الجزء بتاع البلاننج، ان انا بخطط. بعد كده لما ادخل بقى في موضوع الانشاء كونستراكشن والبيلد، ببدا اضيف بقى بعد تاني او جزء تاني اللي هو موضوع الاكشوال، وببدا اقارن بين الاثنين. واحنا الحمد لله في الوطن العربي وصلنا لمستويات حلوه جدا جدا في موضوع ال4 دي وال5 دي، لان خلاص هو السوق بقى مفتوح، فما بقاش فيه تاخر عن التكنولوجيا اللي بره. من ضمن الحاجات برضو اللي هتحفزكم الموضوع، ان اصبح في اللي هي الدرون، اللي هي الطياره البسيطه ديت اللي بتنطلق وفيها كاميرا، وتاخد المعلومات اللي موجوده. يعني هي بتبدا تصور وهي مرتبه نفسها، العناصر دي بتبعتها البرنامج، بيدخلها جوه نفس وركس ويعمل ابديت على الاكشوال. يعني انت مثلا النهارده عملت اعمده جديده، فالاعمده دي هو اوتوماتيك يبدا اول ما يشوفها بالكاميرا يروح ضيفها للجزء بتاع الاكشوال ويبعتها للبرمافيرا. فاصبح في بناخد صور حقيقيه ونروح مدخلينها جوه البرنامج، وجوه البرنامج يبدا يعلم ان الحاجه دي اتنفذت في يوم كذا، ما بقتش بتدخل مانوال. فدي من ضمن الحاجات اللي فعلا ليا صديق شغال فيها في الامارات. طيب لو احنا بصينا دي كل مرحله من مراحل المشروع، في جزء بنركز عليه، بنلاقي ان موضوع الفور دي بيبدا معايا في مرحله البلان. انا كنت شغال في UCC في قسم البلاننج، فكنا بنعمل 4D موديل قبل موضوع، يعني لسه بالموضوع ديزاين ما خلصش، بنعمل موديل ونبدا نعمل ابديتد مع الديزاين، ونعمل ابديتد مع الكونستراكشن. اول ما يخلص الكونستراكشن ال4D ملوش دور في التشغيل. طيب خلينا نشوف فيديو كده سريع عشان نفهم برضو فكره ال4D، اللي هو ان انا عايز اشوف المبنى وهو بيتبني. ده مشروع كنا اشتغلنا عليه في قطر، او ده المبنى لما خلص. لو انت شفته كده مش هتقدر تفهم ايه اللي هيبتدي الاول وايه اللي هيبتدي في الاخر. وهنا هنبدا مثلا موضوع الحفر، هل هنبدا حفر حته واحده، في جزء معين هنحفر زياده عن الباقي، في جزء هيبدا قبل جزء، تمام؟ فهنا تنظيم لموضوع الحفر، بقينا نتخيل شكل الحفر هيبقى عامل ازاي. فكل الناس اللي شغال في المشروع خلاص مجرد ان هم شافوا الفيديو دوت فهموا الحاجه تمت ازاي وهتتم ازاي وهكذا. وبرضه بننزل الموضوع الفورم وورك والحاجات الخاصه بالخشب اللي اتحط حوالين المبنى، وكل التفاصيل اللي احنا ممكن نحتاجها في الموقع. يعني انا شغال دلوقتي في مشروع، ببدا اشوف الحاجات اللي هي السندات الخشبيه اللي هتتحط،
واحنا شغالين، وبعد كده هل العدد كافي مش كافي، لو احنا خلينا دي مثلا اسبوع ودي اسبوعين، نبدا نشوف الوقت ونشوف الجهد ونشوف الكميه اللي عندنا نقدر ننظمها ولا لا. فزي ما انت شايف ادق التفاصيل بتبقى موجوده، فاللي هيشوف الحاجه دي من العمال ومن المهندسين هيبقى فاهم ايه اللي هيتم قبل ايه وايه اللي هيتم ازاي وعملنا ايه الاول وبعد كده ايه اللي هيتم بعد كده، وكلنا نكون متفقين على كيفيه الشغل، وكل حاجه هي بتبان بالتواريخ بتاعتها بأني جزء اللي هيتم الاول وهكذا. تخيل ان انا ابعت لك بقى ورق كده اكسل او اي حاجه فيها الارقام دي، فانت مش متخيل دي تبع ايه دي تبع ايه، لا هنا بيوريك كل حاجه هتتم ازاي والسلم هتتم ازاي وكل المعلومات اللي كانت موجوده في البروموفيرا وكانت تعتبر للاخرين سحر ما يقدرش يفهمه غير البلانر اصبح موضوع سهل وبسيط. ونبدا نشوف مش مشاكل. هو الصوت بعد اذنك الصوت بس بيقطع، فممكن الصوت نحاول عشان هو مش كلير يعني. حاضر. طيب لو شفنا برضو فيديو تاني. ده مشروع برضو اخر كنا شغالين فيه، فبنبدأ نشوف كل حاجة هتتم ازاي في المشروع دوت. طيب هي الفكرة عبارة عن ايه؟ الفكرة عبارة ان انا بيبقى عندي موديل 3D وفي كل المعلومات اللي انا محتاجها، وعندي جدول زمني موجود معمول مثلا بالبروموفيرا، وببدا اربطهم ببعض. اللي يسهل الربط ده ويخلي الربط ده ما ياخدش وقت كتير ان انا اكون ماشي على طريقه تسميه معينه، فالعناصر هنا هي نفس العناصر هنا، فسهل جدا ان انا ادخل جوه اي برنامج من برامج الربط زي برنامج السينكرو او برنامج نفس وركس واقول له شوف لي العنصر اللي الاي دي بتاعه متشابه مع الاي دي اللي موجود في البرومافيرا واربطهم ببعض. فلو انا ماشي بالطريقه ديت هيكون اسهل بكتير. طب لو انا مش ماشي بالطريقه ديت مفيش مشكله خالص، بس هتضطر ان انت تتعلم على العنصر وتبدا تشوف التاريخ اللي هو مناسب ليه او اللي يحصل فيه العمليه ديت. فانا ببقى عندي في زي ورك فلو كده هنمشي عليه، ان انا مثلا هبدا احط العناصر وابدا احط التسميات وابدا اشوف البرومافيرا وابدا اربطهم ببعض، بحيث القصد مش ان انا اعمل حاجه شكلها حلو قد ما القصد ان انا اقدر ادير المشروع وابقى عارف ايه اللي المفروض هيتم في الفتره دي وايه اللي انا متاخر فيه. يعني لما بقارن الاكشوال بالبلان فببدا اعرف اذا كان في جزء متاخر في الشغل وابدا اركز عليه او ابدا اعمل ريبورت بالتاخيرات ديت. فهو انا بعمل امبورت لل 3 دي موديل جوه ال 4 دي، وبعد كده بعمل امبورت لل 4 دي، وبعد كده اتاكد واعمل سيموليشن هل الموضوع سليم ولا لا. طب لو في مشكله، المشكله في الموديل نفسه ولا المشكله في السكادول، وابدا اشوف المشكله فين وابدا اربطهم ببعض. ده مثلا اهو، ده مثلا نوع من انواع الجانت تشارت معمول مثلا بالام اس بروجكت او البرومافيرا، ما تقدرش تفهم ايه المقصود فيه، يعني محتاجه واحد يكون متخصص في الموضوع بحيث ان هو يقدر يقول فعلا دي في تاخير في مشكله هنا في وهكذا. انما لما تكون شايفها 4 دي هتبدا كل واحد في القسم بتاعه يبقى فاهم ايه المطلوب منه وفاهم ايه المشكله اللي هتبقى موجوده فيه. فانا هنا مثلا في برنامج الريفت بدات اعمل سيلكت مثلا على عنصر وابدا اكتب الاي دي بتاعه كام اللي هو في ال 4 دي، يعني في اي دي عادي وفي حاجه خاصه بال 4 دي، وابدا اكتب الرقم بتاعه بحيث لما اجي اربط هو اوتوماتيك بيدور على اي 100 في الالب سكادول ويبدا يربطه ببعض. طبعا الاي 100 دي بيكون ليها تسميه معينه، يعني الزون اريا فاني زون الفلور ليفل الاول الثاني الثالث، وبعد كده بنبدا نسمي العناصر. يعني في طريقه تسميه هتبقى مشتركه بين السكادول اللي في البرومافيرا وفي البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه سواء اركيكاد او تيكلا او ريفت. وبنبدا نقسم الزوم بتاعنا بالشكل دوت، وهنبدا نعمل ممكن يكون عندي المطلوب مني ان انا عندي موديل 3 دي وعايز اربطه بالسكادول فيطلع لي 4 دي موديل. ممكن يكون لا انا مطلوب مني مثلا عندي 3 دي موديل وعايز اشوف انهي الافضل وعندي سكادول واحد، او العكس عندي موديل واحد وعندي سكادولين وابدا اشوف انهي الافضل بالنسبه لي.
طيب هنا بنبدأ نشوف الفيسز، المراحل بتاعت المشروع لحد ما المشروع يخلص معايا. طيب هنا مثلا عندي الموديل وعندي اتنين سكادول وببدأ اقارن بينهم، وده حصل في مشروع موجود في مصر كان عبارة عن برج او مجموعة ابراج، وكان في الكور اللي في النص دوت، هل يطلع في نفس مع نفس الدور ولا الكور نفسه يطلع يسبق بكذا دور واللي حواليه يبدأ يطلع بعديه. فعملنا مقارنة بين الاتنين من ناحية التكلفة ومن ناحية الفلوس ومن ناحية كذا حاجة، فلقينا إن الأفضل إن الكور هو اللي يطلع الأول وبعد كده بقية المبنى يطلع بعديه. هنا عندي اتنين موديلز مختلفين وعندي اتنين سكادول، فببدأ أقارن بينهم وببدأ أشوف أني الأنسب ليه. هنا عندي اتنين موديل مختلفين وهو سكادول واحد، فببدأ أعمل مقارنة. فبيفيدني الفور دي ان انا اتخيل شكل المشروع هيبقى عامل ازاي واتخيله بقوه واقدر اشتغل عليه. في طبعا برامج كتيره جدا، مفيش برنامج واحد بس، لا ده هو كذا برنامج، انت بتشوف الانسب ليك ايه وهنبدا نتكلم عنهم، واشهرهم نفس وركس والسينكرو. ده مثلا هو بنبدا نشوف في شخص بيبقى مسؤول عن الفور دي، اسمه فور دي سبيشاليست، هو ما بيعملش الموديل بس بيبدا ياخد الموديل ويبدا يربطه بالسكادول ويبدا يشوف العناصر اللي هنا مع العناصر اللي هنا لحد ما يطلع لي 4 دي موديل. يعني مش لازم يكون انت بتشتغل 3 دي زي الريفت او ده، ممكن تكون بتفهم الريفت او بتفهم البرنامج بتاع 3 دي، وممكن لا انت بتخصصك في ال 4 دي. فاحنا عندنا بنبدا في كل مرحله من المراحل بنعدل في ال 4 دي، من اول مرحله الكرييت لسه احنا بنفكر في المشروع بنبدا نشوف المشروع هيتعمل ازاي، وبعد كده في المرحله اللي بعد كده بنحط تفاصيل اكتر، وكل مرحله بيبدا عندنا معلومات اكتر، لما بننزل الموقع بيبقى فيه معلومات اكتر بنحطها، ونتيجه المعلومات الاكتر دي بيطلع لنا نتائج افضل. يعني احنا لسه بنفكر في الفكره، فبنبدا نعمل الموديل ونبدا نشوف الموديل هيتبني ازاي، ونربط الموديل بالسكادول عشان يطلع لنا الفور دي حاجة مثلا بالشكل دوت. بعد كده خلاص احنا مثلا دخلنا في مرحلة تانية، بنبدأ نشوف المعلومات اللي جات لنا ونبدأ ندخلها في الموديل. يعني في الأول بيكون معاك كل المعلومات كلها عبارة عن بلان، مفيش حاجة اكشوال، لما يجي عندك الاكشوال بتبدأ تحط الاتنين وتبدأ تقارن بينهم وتشوف أني الأنسب ليك. طيب بعد كده مثلا اهوت هنبدا نحط مثلا الكرين، دي من ضمن الحاجات برضه اللي كنا بنشتغل بيها، ان احنا بنشوف عندنا كام كرين هيقضوا الموضوع دوت، والكرين مثلا بيلف حوالين نفسه، فهل هيبقى كافي ولا محتاج ان انا ازود كرين في النص؟ احنا عايزين اقل عدد من الكرين، لان الكرين بيكلف كايجار او حتى لو تبع الشركه بيبقى مكلف، فاحنا عايزين اقل عدد من الكرين، فبنبدا نعمله في ال 3 دي ونشوف في ال 4 دي هينفع ولا لا. وبعد كده بنبدا نقارن بين الحاجات الفعلا الحقيقيه اللي حصلت والحاجات اللي كان مخطط ليها، ونبدا نشوف سبب المشاكل ايه. وطبعا لما بتشوفها في الفور دي بيبقى الموضوع اوضح بكتير من مجرد ارقام بالشكل دوت. برضه في الكونستراكشن طول الوقت احنا عمالين نبني ونشوف ايه اللي اتنفذ وايه اللي ما اتنفذش، واحنا وصلنا لحد فين في المرحله اللي موجوده ديت. طيب بعد ما بخلص، وتقدر تعمل ووك ثرو في اي وقت، بعد ما نخلص بنبدا نكتب الدروس المستفاده والحاجات اللي احنا مثلا المفروض ان احنا نتجنبها في المراحل السابقه. طيب في المراحل الجايه او المشاريع اللي جايه، ده مثلا اهي يا ريت في الشات لو حد موافق على الطريقه دي او حاسس ان دي افضل يكتب واحد، لو واحد حاسس ان الطريقه دي هتكون مفهومه اكتر يكتب اتنين. تمام، يعني انت تحب تشتغل بأني طريقه، التراديشنال بلاننج ولا بالفور دي بلاننج اند سكادول، وتشوف المبنى ده بالشكل دوت. انا مش عارف الشات مفتوح ولا لا. تمام، طيب اني طريقه انت تفضلها؟ طيب برضو لو جينا مثلا للطريقه ديت اهو، بتلاقي هنا هو بيقارن بين الاكشوال وال البلان، فانت بتشوف اني الافضل. تمام، ولا هنا هو اوتوماتيك هيبدا يديك الوان حقيقيه يقول لك لا ده الدور ده مثلا انت متاخر فيه، فاني طريقه انت تفضل؟ وبرضه دي من ضمن الطرق الكويسه جدا اللي الواحد بيحب يستخدمها، ان انت بتلزق ورقه على الحيطه بالحاجات وبتنقلها، دي مثلا المخطط ليها، دي الحاجه اللي بتتنفذ دلوقتي، دي خلاص خلصت. فالطريقه دي كويسه جدا، بس احنا لقينا طريقه افضل بكتير ان احنا نشوفها يعني بدل ما انت كاتب ورقه وتكتب الدور الاول في كذا كذا، لا انت هتشوف الدور الاول الجزء الفلاني معمول في كذا. فاعتقد ان الطريقه دي اسهل بكتير جدا وافضل بكتير. لما تبقوا قاعدين مثلا بروجرس ميتنج وتناقشوا
وفي ورق كده مرزوع على الحيطه، ولا لما تشوف حاجه فيها 4D وتبدا تشوف الحاجه بتتحرك ازاي والمبنى هيتبني ازاي وهكذا. لو في اي غلطه العمال اللي موجودين دول هيقول لك اه ده خلي بالك ده في نقطه هنا فيها مشكله وهكذا. في مثلا دي لو انت بتعمل الكليم اناليسيس بتقدم مثلا مشكله تاخيرات وحاجات زي كده، لما تقعد تكتبها كده، ولا لما تبعت صور واضحه للحاجه اللي كانت المفروض تتنفذ والحاجه اللي فيها تاخير والامباكت بتاعها وكل الحاجات ديت. هنا مثلا دي الوثائق الموجوده، وهنا هتلاقي كل الوثائق موجوده بس معاها الفور دي وفيها المعلومات الافضل. فانت انهي طريقه اللي تفضل؟ طيب ازاي بتعمل لينك؟ ان انت بتعمل الموديل بتاعك وبتعمل المعلومات، فانت تبقى عارف ان دي تبع ديت، وهتيجي في البرنامج بتاع نفس وركس تبدا تتعلم على العناصر وتبدا تتعلم على التاريخ وتقول له دي مرتبطه بدي. ايه اشهر برامج ايه؟ زي السينكروز، زي برنامج نفس وركس، بروجكت وايس تبع بنتلي، ديجيتال بروجكت ديزاينر، تمام. وفي فيجوال سيموليشن، في سوليبري موديل تشيكر، ده مش في الفور دي بس ده مهم جدا ان انت تفحص الموديل بتاعك. طيب برنامج السينكرو نفس وركس من اشهر البرامج، ده السينكرو مثلا. السينكرو للأمانة أقوى من نفس ووركس من حيث جودة المخرجات اللي بيعملها، بتزود حاجات خاصة بالمانجمنت، بتزود حاجات خاصة بالسيفتي، تقدر تزود معلومات كتيرة جدا، وهو أقوى في موضوع الفور دي. بس في الفايف دي نفس ووركس أقوى، ونفس ووركس أسهل في الشغل. لو واحد شغال بلانر هيلاقي السينكرو مناسب ليه أكتر، لو واحد بيشغلها هيلاقي نفس وركس اسهل بكتير، اسهل بكتير جدا في الشغل. ده وجهه رايي شخصيه، ممكن حد يختلف معايا مفيش مشكله خالص، تمام. دي مقارنه بين نفس وركس، في نسخه فري بتبدا تشوف بس، في نسخه سيموليت بيبقى فيها ان انت تعمل سيموليشن، في نسخه تانية بتبقى مانجر، دي بيزود عليها موضوع الكوردينيشن ان انت تعرف المشاكل الموجوده فين. في بنتلي نافيجيتور، ده برضو من البرامج القوية في الفور دي إلى حد ما. طيب في عندي برنامج ألماني اسمه اي تي دبليو، ده برنامج ألماني وحاليا بدأوا يركزوا ان هو يكون اونلاين، بس للأسف ما عرفتش اخد منه اي نسخة تجريبية عشان اجربه، لازم تشتري. بس هو من البرامج القوية جدا وبيشتغل اونلاين. في زي بيلدر، ده مصري، تمام. وده برضو في موضوع الفور دي بشكل قوي جدا، هو بيربط بين الاكيوبمنت والسبلاي تشين والدوكومنت مانجمنت والكوست، فهو في شويه مزايا حلوه وهو معمول اونلاين. وفي موضوع الفور دي فتقدر تشوف المبنى وهو بيتعمل. طيب الفكره من الموضوع دوت مش مجرد بس شكل، لا، الفكره ان انت تقدر تخلي كل المهندسين اللي معاك في المشروع ومستوعبين مراحل المشروع ومستوعبين المشروع هيمشي ازاي، وان انت تقدر تكتشف المشاكل اللي موجوده فين، ولو في اي مشكله تقدر تعمل بيها ريبورت بشكل قوي، وان شاء الله ما تحصلش مشاكل. واللوجيستيك مانجمنت، تقدر ترتب الحاجات اللي تبقى موجوده فين، ومثلا هنا يبقى المكان العمال اللي قاعدين فيه، هنا المهندسين، هنا المكتب الفني، كل الحاجات دي بنقدر نرتبها بقوه في الفور دي، وبتقدر تعمل اداره للريسك مانجمنت. انا كده خلصت، لو في اي اسئله تحت امركم، وشاكر لكم. الف شكر. شكرا مهندس عمر. لو حد حابب يسال اسئله ممكن يكتب على الشات واحنا هنسال مهندس عمر على طول. مهندس عمر، كان في سؤالين اتسالوا وحضرتك كنت بتشرح. كان مبدئيا كان في صوره حضرتك كنت حاططها في الريندرنج، فكان بيسال حضرتك الجريد كواليتي دي سهله ان احنا نطلعها، ونطلعها باني فيديو، باني قصدي سوفت وير. طيب الريندر اللي موجود هنا، طيب في الريندر اللي موجود في نفس وركس حلو لحد ما، بس نفس وركس لو حاولت تاخد الريندر بتاع، حاولت تاخد الموضوع ال 4 دي وتحطه في ال 3 دي ماكس، ما بتقدرش تظبطها. يعني ان انت تاخد حاجه من نفس وركس وتعمل لها ريندر على الماكس بيرفض، انما السينكرو بياخد الحاجات دي وتقدر تعمل لها اكسبورت وتعمل الريندر على ال 3 دي ماكس. للتوضيح، نفس وركس لما باجي اصدره لل 3 دي ماكس بيصدره ككتله واحده، انما لما
بتصدر السينكرو بيصدره بالجدول الزمني بتاعه، فبيبدا يعمل لك الرندر بشكل قوي على ال 3 دي ماكس. فلو انت شغال بسينكرو هتقدر تطلع الحاجه دي بسهوله على الماكس. ماكس من اقوى البرامج في الرندر. في نفس وركس بيطلع جوده اقل من كده بكتير. اوكي حضرتك كنت سال، كنت برضو حضرتك بتتكلم في الفور دي. حد سال ان حضرتك كنت بتقول ان هو سهل علينا كتير موضوع الكاش فلو او السيوله الماليه امتى، فهل يا ترى هو سهل ظهور الكاش فلو مع الفيديو ان انا اعرف السيوله الماليه بتاعتي؟ ايوه. طيب بص سريعا كده، ده مثلا مشروع كنا شغالين فيه تمام، وكان معايا مهندس معاذ نجار، كنا شغالين في المشروع ده مع بعض. فانا عندي هنا ان انا اقدر ازود الكاش فلو، اقدر ازود الفلوس، اقدر اقول له لا ده انا عايز ازود مثلا موضوع التوتال كوست مثلا تمام، فاقدر ازود اقول له مثلا عايز توتال كوست، واقدر احط التوتال كوست بحيث كل ما بيعدي في مرحله من المراحل يبدا يضيف لي التوتال كوست بتاعتي تمام. يعني سهل جدا ان انا اخليه يظهر هنا الفلوس هتبقى قد ايه، ما فيهاش اي مشكله خالص. كل البرامج بتاعه البعد الرابع فيها الجزء ده، ان انت تيجي هنا وتقول له التوتال كوست مثلا كذا، فتقدر تضيف التوتال كوست للمشروع، ولما يجي يعمل سيموليشن هنا يبدا يعد لي زي ما هو بيعد في الوقت تمام. انا ممكن اخليه هنا في سيتنج اقول له اظهر لي التكست بتاع الوقت، واقول له اظهر لي التكست بتاعت الكوست تمام. تقول له هنا مثلا اظهر لي الكوست، الماتيريال كوست او الليبر كوست او الاكيوبمنت كوست او توتال كوست، فيبدا وهو بيعد يبدا يظهر لك التوتال كوست. هنا بيتكلم على الاكشوال، ممكن تقول له لا ده انا عايزها مثلا في البلاند، فيبدا يعرض لك الحاجه ديت في البلاند او في زي ما انت عايز. انت تبدا تقول له انا عايز احسبها في الاكشوال مثلا، او عايز احسب المقارنه بينهم. فهو في امكانيات حلوه في برامج الفور دي، قطعت شوط حلو بحيث ان هو يبدا يحسب لك الكوست اللي انت عايزه تمام. انا بس رابط الكوست هنا بالجدول الزمني تمام، بس هو انت ليك ان انت تحط الاكيوبمنت كوست والتوتال كوست وكل حاجه اهو. هو يبدا يحسب لك الاكيوبمنت زائد السب كونتراكتور هيبقى كام في كل مرحله فيهم، ويبدا يعرض لك في قلب الرندر بتاعه يبدا يعرض لك التكلفه هتبقى كام بالظبط. التوتال كوست لليوم ده مع اليوم ده مع اليوم ده يبدا يحسب لك، يقول لك مثلا في شهر فبراير هيبقى التكلفه كلها قد كذا، فموجوده في قلب البرنامج. بيضرب الكميه اللي متحمله على البرنامج، ولا لازم تدخل له التوتال كوست بتاع الاليمنت؟ لا انت بتدخل له التوتال كوست، ان انت تقعد تخليه هو يحسب بنفسه، دي موجوده في الكوانتيفيكيشن، تقدر تخليه هو يبدا يحسب تكلفه كل حاجه زي ما انت عايز، بس الاثنين مش مرتبطين ببعض. ودي من ضمن الحاجات الغريبه في نفس وركس، ان هو مش رابط دي ياخدها اوتوماتيك من دي، لا انت بتاخدها مثلا موضوع التايم لاين اهوت، انت بتكتب انت الماتيريال كوست بتاعت العنصر ده كله قد ايه مع الليبر مع الاكيوبمنت، هو يبدا يحسب لك التوتال كوست قد ايه ويبدا يعرضه لك في السيموليشن. تمام. مهندس احمد بيسال لو عايز اخرج فيديو واغير طريقه ظهور العناصر، يعني بدل ما تظهر فجاه عايز اخليها كانها بتتصب. كانها بتتصب والشغل ده كله، ده شغل انيميتور، بتبدا تضيف حاجات انيميتور اهي، ان هي بدل ما تطلع مره واحده لا ده الحاجه دي بتطلع جزء جزء، فدي بتتم، بس يعني لازم انت تظبطها مانيوال، ان انت بتظبط العنصر ده هيظهر ازاي. كل عنصر من دول بنبدا نربطه بحركه معينه، يا اما مثلا العمود المفروض مثلا يبقى صغير خالص ويكبر، مثلا الفلور ممكن يظهر من جزء وبعد كده يظهر يكمل تمام. فكل الحاجات دي في قلب نفس وركس بتتعمل، والرندر لو قعدت معاه شويه بتظبط الالوان والليارات والحاجات دي، يقدر يجيب لك حاجه بشكل ممتاز يعني تمام. فهنا المكتبه بتاعت الرندر اوتوديسك رندر دي كويسه جدا، لو حد شغال على الرندرات القديمه في حاجات تانية رندر غير الاوتوديسك رندر، لا هو ركز على الاوتوديسك رندر لان هو ده المكمل في اخر الاصدارات، موجود هو ده في اصدار 2021، بقيه الاصدارات اللي كانت موجوده زمان كان فيها حاجات تانية مع الاوتوديسك رندر. اوكي. مهندس معتز بيسال يعني هل سهل ربط داتابيز البرومافيرا بالريفت والنافس؟ نفس ورك سهل جدا الربط، لما ربط اوتوماتيك في عندي هنا، بص انا باجي هنا عند داتا سورس بقول له اربط لي بالبروجكت او بالبرومافيرا او بالام بي اكس او بالسي اس في، كل الحاجات دي تقدر تربط بيها بدون اي مشاكل خالص، وشرحناها بالتفصيل قبل كده يعني في بي ام ار بي وكده.
فانت ممكن تقول له اربط لي ديت وتبدا بقى تظهر معاك العناصر. كل اللي انت عليك ان انت بتحدد الوول مثلا دي وتبدا تشوف انهي عناصر مثلا اللي معاها. تمام خلاص خلاص انت ربطت دي بدي، هتيجي هنا تقول له دي اتاش ست وتبدا تعمل لها اتاش، فبتربط التاريخ ده بالحاجه ديت. فالموضوع يعني النفس وركس من اسهل البرامج اللي ممكن الواحد يتعلمها كلها مثلا في 3 4 ايام ويلاقيها كلها سهله جدا يعني فيها كلاش ديتكشن اكتشاف الاخطاء، ودي حاجه قويه جدا ما نحتاجها في الشغل بتاعنا. التايم لاين، الكوانتيفيكيشن، الرندر، كل الحاجات دي سهله جدا ان انت تتعلمها وسهل جدا ان انت تشتغل عليها بدون اي مشاكل خالص. اوكي مهندس عبد الرحمن بيسال حضرتك، لو انا لسه هبدا الورك فلو او الكارير باس بتاعي، حضرتك تنصحني بالسينكرو ولا النيفز؟ لو انت حضرتك مهندس بلانر، لو انت حضرتك مهندس بلانر خش على السينكرو. ليه؟ لان هتلاقي الواجهه كلها انت عارفها. لو انت مهندس مثلا معماري او انشائي او كهروميكانيكال خش على نفس وركس، هتلاقيه سهل جدا والتعامل معاه سهل جدا وبسيط. اوكي مهندس عمرو كان بيسال صيغه الفايل اللي ممكن اللي يطلع من السينكرو للماكس. لا مش فاكر الصراحه الحاجه بتاعته، بس كانت في الاوتبوت انا مش مصدقه دلوقتي. بس هو لما بتقول له صدر للماكس، هي المشكله هنا ان انت تقدر تصدر من الماكس من الاوتبوت، بتصدر اف بي اكس في نفس وركس. اف بي اكس بيطلع كتله ما فيهوش اي جدول زمني، فبيظهر لك في الماكس كتله واحده، بتضطر بقى ان انت تحاول تظهر وتخفي وتربط الجدول الزمني، وبيبقى الموضوع اصعب مليون مره في ال 3 دي ماكس لانه هو مش مخصص لكده. الصيغه لا مش فاكرها الصيغه في السينكرو ايه. انا كنت شغال عليه من فتره وليه كراك معين بيقعد شهر وخلص، ف مش بقالي فتره ما اشتغلتش عليه. اوكي مهندس معتز بيسال حضرتك، هو احنا وصلنا حاليا في الماركت المصري ان في شركات توتالي شغاله بيم ولا ده لسه قدامه فتره؟ لا في شركات كتيره شغاله بيم بشكل قوي جدا، وما تقلش عن اوروبا وامريكا. في شركات شغاله بشكل قوي جدا في البيم، وشغالين في 4D و5D و6D و7D، وشغالين في فيرتشوال رياليتي، وكل شركه بتركز على نقطه معينه. اوكي طيب مهندس معتز بيسال، هل اكون عارف كافه برامج البيم ده حاجه اسينشال؟ لا ما بص ما فيش حد يقدر يقول لك ان هو يعرف كافه برامج البيم. تمام باشمهندس عمر حبيب رد على سؤال التصدير اف بي اكس. انا مش يعني ممكن هو غالبا هو الاف بي اكس، بس انا مش فاكر فعلا هل هو بيبقى في جدول زمني ولا لا. تمام مهندس عمر حبيب ادرى مني بالموضوع دوت. طيب كافه برامج البيم مستحيل حد يعرف كافه برامج البيم، ولو عارف كافه برامج البيم هتلاقيه متشتت. تمام يعني على سبيل المثال انا عندي كذا برنامج بيعملوا نفس الحاجه، ليه اتعلمهم كلهم؟ يعني انا عندي مثلا ليه اتعلم الاركيكاد والريفت وقول بلان وايكو سيم والحاجات دي كلها؟ تمام انا ممكن اكون شرحتهم، بس انا بتعلمهم لسبب معين وبعد كده بركز على حاجه واحده. انا تركيزي في الشغل بتاعي ان انا هشتغل بالبرنامج الفلاني. لو شركه قالت لا احنا نشتغل ببرنامج تاني، خلاص او رحت شركه تشتغل ببرنامج تاني بركز على البرنامج اللي في الشركه عايزاه او اللي هي شغاله بيه. ان انت تقعد تقول لا انا هتعلم كافه البرامج وكل البرامج، وفي برنامج اسمه سيفل 3 دي هتعلمه، وهتعلم اليوميون، وهتعلم 3 دي ماكس، وهتعلم المايا، وهتعلم البلندر، لا ده تشتت. انت اقعد مثلا اسبوع اسبوعين شوف البرامج دي هل بيعملوا نفس الحاجه. طب لو ما بيعملوا نفس الحاجه انا هركز على واحد فيهم بس، والتاني ممكن اعرف اتفرج على فيديوهات كده سريعا افهم اذا كان فيهم ميزه ولا لا. انما ان انا اقعد اتعلم كل البرامج وكل حاجه وكده امال هشتغل امتى؟ انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اعمل الشغل اللي الشركه عايزاه. كافه برامج البيم ممكن تعمل لسته كده هتلاقيهم مثلا بين برنامج قول كل واحد فيهم هتعودها في شهر. لا يعني انت لو عارف برنامج واحد بس قوي احسن من انت تعرف 100 برنامج ومش قوي فيهم، اتقن واحد فيهم احسن. اوكي مهندس احمد بيسال حضرتك، هل في صعوبه في استخدام البيم في مشاريع الانفراستراكشر ذات الطبيعه الافقيه والطوليه واظهار ذلك بنفس كفاءه المباني مقارنه باستخدام في مباني ذات الطبيعه الرئيسيه كالابراج؟ وهل هناك سبب في عدم انتشار استخدام البيم في هذه المشاريع برغم انها اشد الاحتياج لاستخدام البيم نظرا لصعوبه تنفيذها؟ طيب بالنسبه للبيم في مشاريع الانفراستراكشر ما فيش اي مشكله خالص ايا كان نوع الانفراستراكشر. من ضمن المزايا اللي موجوده في برامج ال 4 دي
الفوردي عموما ما انسى ان احنا بنتكلم عن فوركس، انا بتكلم على الفوردي ان هو بيقبل كل الحاجات. يعني هو اصلا هو بيعمله بيقعد يقول لك ايه، احنا محتاجين ندخل حاجه من الجي اي اس، افتح لنا امتداد. يعني لو انت جيت هنا مثلا على البرنامج دوت نفس فوركس، وانا بقول ده مجرد مثال، وشفت قائمه الحاجات اللي هو بيفتحها، هتلاقي ان هو بيفتح اي اس سي اي وكاتيا، برنامج كاتيا من البرامج القويه، المايكرو ستيشن، بيفتح الدي دبليو اف، بيفتح الادوب بي دي اف، بيفتح الريكاب اللي هو الليزر سكان، بيفتح الريفت، بيفتح الراينو، بيفتح السكتش اب، السوليد وركس، الستيب. يعني هو معمول لان هو يبقى المنصه اللي بتتقابل فيها كل البرامج. يعني لو انت عامل حاجه ببرنامج وعامل حاجه ببرنامج اخر، جمعهم في نفس وركس، فهو بيقبل كل الحاجات الخاصه بالشبكات، حتى لو الحاجات ديت معموله على برنامج زي ممكن تعملها بالريفت، ممكن تعملها بالسيفل 3 دي، ممكن تعملها باي برنامج، هو بيقبلها وبيشتغل بدون اي مشكله خالص. ايه سر عدم الانتشار في المشاريع ديت؟ لا، في مشاريع كتيره بتعتمد، بس هي الفكره كلها ان الاداره تاخد القرار دوت. هو الراجل بيقول لك انا شغال بقالي سنين بحاجه معينه، وتقول لي خش في حاجه تانية، انا خايف ادخل فيها وانا ما اعرفهاش، تمام؟ هو مش قادر يعرف ايه الفايده او ايه الميزه، بيقول لك لا انا الاسلوب بتاعي انا عارفه. فهو بيبقى من خلال ان الدوله بتخلي اجبار، او ان الشركه الكبيره او الاونر بيقول لا لازم المشروع يتعمل بالبيم، فبتلاقي الناس بدات تتجه لموضوع البيم. انما هو من ناحيه ان هو ينفع يشتغل في الانفراستراكشر كل البرامج الفور دي، انا مش بعمل دعايه لبرنامج معين، ولا مع البرنامج ده ولا مع البرنامج ده. انا حاليا شغال في المشروع ده ببرنامج كذا، وفي مشروع تاني بشتغل ببرنامج كذا، وهكذا حسب حجم المشروع. لو انا محتاج حاجه سريعا بخش بنفس وركس، لو الراجل فعلا بتاع البلانر فاهم وعايز مني تفاصيل اكتر وعايز مني معلومات اكتر، هشتغل بالسينكرو. اوكي، يعني هي سهله بس ممكن ما تكونش منتشره بشكل كبير، او مش لان الانفراستراكشر، مشاريع الانفراستراكشر ممكن ما تكونش كتير في مصر، او مش مكتوب موجوده بشكل كبير في المشاريع عامه. هو مشروع موجود مثلا موضوع الفور دي يتطبق مع مشروع العالمين، واعتقد اسلام خليل هيتكلم عنه ان شاء الله في المحاضره بتاعته. العاصمه الاداريه الجديده ما تمش حتى الان، بس يعني اتوقع ان هم يبداوا يستخدموا موضوع الفور دي على الاقل، يعمل شو او يعمل حاجه شكلها جميل في الموضوع. المبنى المباني هناك هتتبني ازاي؟ موضوع المتحف المصري، المتحف المصري من ضمن المشاريع القويه جدا على مستوى العالم، حتى في شغل البيم اللي فيه كان شغل رائع يعني. ويعني مثلا في قطر هنا اجباري اي مشروع هيتعمل فيفا لازم يكون بيم. في الامارات اجباري طبعا في موضوع دبي، عندك في مدينه مصدر كلها دي انفراستراكشر كاملا اتعمل بالبيم، بس ما اتعملش ببرامج اوتوديسك، لا اتعمل ببرامج بنتلي ايكو سيم، تمام؟ فالفكره كلها في برضو مشروع المترو اللي في قطر كله اتعمل بالبيم، اتعمل شغل انفراستراكشر بشكل قوي. بس ان انت لما تشغل انفراستراكشر ما تقولش انا هعمله ببرنامج كذا، حاول توسع، تبدا تشوف البرامج المنافسه. يعني برنامج ريفت بيعرف يشتغل بالانفرا كويس، لو انت قدرت تنظم الشغل وتقسمه والحاجات دي كلها ممكن تطلع شغل كويس. لو انت عايز تروح حاجه ادفانسد شويه عندك سيفل 3 دي، ممكن بنتلي روت، في برامج كتيره جدا، فانت لازم تعمل مقارنه وتشوف اني الافضل لك. معانا اخر سؤالين. مهندس فداء بيسال، لما بنيجي نشتغل في بروجكت وبيبقى الاوتبوت بيطلع من كذا شخص، الانتجريشن ده بيحصل ازاي؟ طيب موضوع تقسيم الشغل، طيب ما دام بقى اخر سؤالين نبقى ايه نجاوب بالتفصيل شويه. احنا في كل مشروع بنقعد ونشوف هنقسم ازاي، يعني مش بنقول ايه احنا قسمناه قبل كده يبقى خلاص، لا كل مشروع بيبقى ليه حاله خاصه بيه. وممكن المعماري يتقسم بشكل، والانشائي يتقسم بشكل، والميكانيكي يتقسم بشكل، والكهرباء يتقسم بشكل. احنا بنبدا نناقش الموضوع مع بعض، تمام؟ طيب يعني على سبيل المثال مثلا في مشروع كان عباره عن برجين، والبرجين فيهم بدروم، اربعه بدروم تحت. فالمعماري قال لك انا هقسم البرج ده لوحده، والبرج ده لوحده، والارضيه لوحدها، وبعد كده راح قال لك الواجهه الخارجيه لكل واحده فيهم تقيله فهخليها لوحدها، وبعد كده قال لك الانتيريور ديزاين هيبقى لوحده. كل الكلام ده واحنا قاعدين في الاجتماع، مش بعد ما اشتغلنا شويه قلنا لا هنقسم، لا قبل ما نشتغل خالص بدانا نتفق على الحاجات ديت، تمام؟ طيب بعد كده
الانشائي قال لك انا هقسم مثلا بشكل معين، دي هتبقى لوحديها ودي لوحديها، ولازم الحاجات الانشائي تبقى متكمله مع الجزء اللي تحت، فبدل ما هيبقى فيه 3 موديل لا هيبقى هم موديلين بس. الميكانيكا قال لك انا هقسم التكييف لوحده والميه لوحدها والصرف لوحدها، وتم التقسيم بكده. الكهرباء قال لك انا خفيف قوي يعني عامل ريجيم، فقال لك كل شغل الكهرباء في ملف واحد. تمام، فهي التقسيمه بتبقى حسب ما احنا بنشوف تقل الملف نفسه. يعني انا اسهل لي ان انا اشتغل كل المشروع في ملف ريفت واحد، وفي المعماري والانشائي والكهروميكانيكال وكل حاجه، بس ده مش هيحصل، الملف مش هيفتح معاك. فانت من الاول بتبدا تقسم، تقول لا هقسم ده جزء ده جزء ده وهكذا. تمام، طيب ايه تاني؟ في سؤال بيقول في مشروع لاحظت ان فقط ان في معظم الاستخدام بيكون في مرحله التصميم لكن غير منتشر اثناء مرحله التنفيذ لمشاريع المشاريع البنيه التحتيه، صح ولا غلط؟ والسؤال الثاني لو الام اي بي في الريفت والبم هل هو سهل وصعب، ولو سهل ينفع يعني اتخرج اشتغل فيه على طول؟ طيب بالنسبة لموضوع إن الناس بتشتغل في جزء بتاع التصميم وجزء التنفيذ ما بيبقاش شغال، بيبقى غلط المقاول. الاستشاري فاهم الفكرة بس المقاول مش قادر يستفاد، مع إن المقاول هيلاقي إن نص الطريق قطع، إن هو واخد شغل بيم كويس، فناقص له بس إن هو يطور في الموديل نفسه. يعني هو مش هيعمل موديل من أول جديد، لا هو هيكمل عليه. ممكن المقاول مش قادر يفهم الفكرة، فأنت لازم تشرح له باسلوبه. يعني انا ما ينفعش اقعد مثلا مع ممكن يكون المقاول ده مهندس كبير على راسي من فوق، ممكن يكون مثلا مش فاهم الفكره، فابدا اشرحها له بابسط طريقه ممكنه، اوري له صور اوري له فيديو، ممكن يكون دكتور في الجامعه، فالاسلوبين اللي فاتوا دول مش هينفع معايا. لا ده هينفع له اسلوب بحثي، بان انا اوريه بحث مثلا من جامعه اكسفورد البيم هيفيده قد ايه. فكل واحد ليه الطريقه عشان تقدر تقنعه بان هو يستخدم البيم، لان هو كله بيبقى خايف، كله بيقول لك ايه انا خايف اخش في تكنولوجيا جديده تلبسني في الحيطه، في حاجات بتطلع موضه فانا مش عايز اخش في الموضه، انا هشوف الشركات كلها لما تشتغل ابقى افكر ان انا ايه اتبنى الموضوع دوت. تمام، طيب بالنسبه لموضوع الام اي بي ده الميكانيكال الكتريكال بايبنج او بلامنج، انت حضرتك هتدخل فيه ليه؟ لو انت مهندس معماري او انشائي ركز في الجزء بتاعك، ما تدخلش في موضوع الام بي. انما لو حضرتك مهندس ميكانيكا او كهربا، فانت لازم اول تبقى فاهم السيستم نفسه، ما بيشرحش كل حاجه فيها في الجامعه، فانت لازم تروح مثلا محاضرات زي نقابه المهندسين او اي مكان بيشرح فيه فكر الميكانيكا والكهرباء. اعتقد مش عايز اعمل دعايه بما قريبه، بس في حد عندنا بيشرح حاجه زي كده تمام مجانا. الفكره كلها ان انت تبقى فاهم السيستم نفسه، في سيستم تكييف. في فرق ان انت تبدا تشتغل في ريفت وانت مش فاهم السيستم نفسه، مش تقدر توصل لحاجه. انما لو انت فاهم فكره توزيع التكييف وتوزيع المعماري وتوزيع الانشائي والحاجات دي كلها، وده اللي انا بتكلم فيه. اخواننا طلبه سنه اولى ما تبداش بالبيم، لا اجل البيم ده لسنه ثانيه او ثالثه، اعرف الحاجه اللي انت فيها، افهم فكره التقسيم المعماري، فكره الشغل المعماري، في شغل الانشائي، افهم كونسبت قبل ما تخش على التولز والادوات. لا دي لازم تقعد مع ناس وتفهم منهم الافكار والحاجات دي كلها. شغل الميكانيكا والكهرباء والبلامنج، لو انت مش مهندس ميكانيكا او بلامنج لا ركز في الحاجه بتاعتك. لو انت ميكانيكا او كهرباء، اعتقد كان في كورس تبع ملتقى الدارين كان بيشرح فيه فكره ازاي تشغل ميكانيكا وكهرباء وازاي تعمل الحاجات ديت. تمام، في سؤال اللي هو اوكي هو يعني هو في سؤال كمان كان مهندس احمد بيسال، انا بلاننج انجينير وحابب ان انا اشتغل 4 دي بلاننج، فهل يا ترى في بوينتس لازم اعرفها في الريفت قبل ما اشتغل 4 دي بلاننج واتعلم سينكرو نيفز؟ هو بلاننج انجينير، هو بلاننج تمام. او مفيش اي حاجه خالص غير ان انت تفهم بس فكره البيم، يعني تفهم البيم ده مزايا ايه. لو انت بدات وانت مش فاهم فكره البيم، انا قبل كده كنت شغال مع مدير وقال لي في رامب، اهوت الرامب ده خد لي فيه سيكشن كل متر، فالرامب 200 متر، يعني انا مطلوب مني اخد 200 سيكشن. فبساله ليه؟ قال لي عشان اتخيل شكل الرامب، بيبقى فيه ساعات ميول معينه على اساس كود معين وحاجات زي كده. فقلت له انا ممكن اوريك 3 دي، فقال لي ايه ده، هو البيم فيه 3 دي؟ فهو الفكره كلها، هو شخص محترم جدا بس مش عارف ان البيم ممكن يتعمل 3 دي. يعني هو مش بنتكلم في ال 4 دي، بنتكلم في هل البيم ده 3 دي ولا لا. فهي الفكره كلها في كده، حاول بس تفهم ايه فكره البيم بحيث تعرف اخره ايه والفوائد بتاعته ايه.
بحيث ايه انت ممكن تلاقي ان هو بيعمل لك مزايا اكتر من اللي انت متصورها. فلو انت فهمت فكره البيم هتقدر تاخد اكتر مزايا فيه. والمهندس المعماري برضه هو مش مجرد بترسم حوائط وخلاص، انت ممكن تعمل تحليل للحاجات المعماريه وتحليل مثلا للحراره وللظل، وتاخد الموديل من هنا تدخله مثلا على برامج خاصه مثلا زي الاوتوكاد او بحر واسع جدا فيه فوائد كتير جدا. فانت لازم تبقى فاهم الفكره على اساس تقدر تجيب كل المزايا، بدل ما بتجيب 200 3 وانت عملت الموديل. عملت الموديل يبقى انت بذلت 100% من الجهد، فتقدر لو انت عرفت فكره البيم تطلع لك خمس ست مزايا ممتازه جدا. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، مثلا حاجه ناس كتير يعني في مثلا خاصيه بسيطه جدا وكل اللي هيتعلم لنفسه يركز ان شاء الله مش هينتبه ليها او يحس ان هي لعب، اللي هو ان انا ممكن اعمل انسان هنا ثيرد بيرسون وابدا اتمشى بيه. طب ايه الفايده اللي فيه؟ ده ليه فوائد كتيره جدا. لا يا عم ده منظره بس، لا مش منظره، الشخص دوت ممكن تستخدمه في السيفتي، ان انت تخليه يمشي ولو وقع في اي حته تمام او تعرف ان المكان ده فيه مشكله، المكان ده فيه مشكله ولازم احط سور عليه عشان ما حدش يقع. ممكن تشوف مثلا لو في شخص مشي من هنا هل في حاجه واطيه اوطى من متر 80، هم عاملين له متر 80 على اساس ايه؟ او هيخبط فيه ولا لا تمام. فدي بعض المزايا اللي انت مش ممكن ما تكتشفهاش لو انت بدات تتعلم وخلاص. لا لو انت قلت اه ده ايه المزايا اللي موجوده هنا، هتقدر تكتشف مثلا اه ده في هنا سيرد بيرسون ممكن استخدمه في ان انا مثلا ايه اتمشى بيه مثلا وابدا اشوف هل في حاجه واطيه مثلا ممكن تعمل لي مشاكل. اهو مثلا لو انا مشيت كده عادي اهوت ممكن تلاقي مثلا وقع تمام، ممكن نقول له مثلا ايه اعمل لي جرافتي اهو وقع اهو وقع ليه؟ لان في حفره مثلا. فانا خلي بالي ابدا احط مثلا سور حوالين المكان ده، فانا استخدمت نفس وركس في ان هو عمل لي موضوع سيفتي تمام. شايف الراجل هيقع ازاي؟ وقع لحد الدور البيزمنت تمام، فانا خلي بالي ان في وقع لحد السلالم اهو، فانا خلي بالي ان في هنا في مشكله وهكذا. ليه الشركات اتفضل دكتور احمد هابي عامر دكتور في الاكاديميه البحريه واكاديميه الشروق، كان عايز يسال حضرتك سؤال يعني نفتح له المايك. دكتور احمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ فرصه سعيده جدا طبعا، احنا اتقابلنا كذا مره وكان ليا الشرف ان انا قابلت حضرتك يعني وفي كذا ايفنت، وحضرتك يعني ليك باع كبير في الموضوع وبصراحه تشكر على المجهود اللي حضرتك بتعمله جدا يعني. تشكر يا دكتور. الله يخليك. وحضرتك اثرت نقطه جميله جدا، واحنا يعني انا برضو في الناحيه الاكاديميه شويه، فالناحيه دي يعني انا بهتم بيها شويه. في حته حضرتك اثرتها حته الكرين، لان هو من حاجات الكريتيكال ريسورس بالنسبه لنا، فطبعا حضرتك بتعمل زي اوبتمايزيشن للمكان بتاع الكرين، لان هو زي ما حضرتك قلت هو حاجه يعني تكلفتها غاليه ولازم تتابعها خلال فتره المطلوب. هل في طريقه او بتعمل حضرتك الكلام ده هل كده باي ترايلز يعني، ولا في طريقه معينه، ولا حضرتك بتعملها بروجرامنج او بتشتغل كانها اوبتمايزيشن فعلا، لان هو الموضوع محتاج انه يتعمل له اوبتمايزيشن او سايت لي اوت اوبتمايزيشن؟ طيب هو كل حضرتك قلته ده بينفع يعني كل الحاجات دي. في مثلا بالداينامو ممكن بنعمل مثلا ترتيب للكرين، لو المكان كبير وبياخد اكتر من واحد ممكن بنعمل بالداينامو نبدا نشوف المسافات، بنبدا نعمل حوالين الكرين مثلا دايره معينه ونبدا نشوف ونكتب كود في الداينامو جوه الريفت نتاكد من حاجه زي كده. هو انا كنت فعلا عارف القصه دي بس كنت حابب اتاكد هل في حاجه جديده ولا كله بالداينامو، فهو كده بواضح ان احنا هو بالداينامو تمام. وبعد كده بندخله على نفس وركس ونبدا نشوف هل في وقت الزمن هيقدر مثلا ننقل حاجه. يعني كان في مشروع مثلا كنا شغالين فيه كان عباره عن كذا مبنى، فقعدنا نجرب كذا حاجه وفي الاخر اكتشفنا يعني اخترنا موضوع الكرين اللي هو المتحرك، يبقى في حته من تحت ويبدا يتحرك من عليها، كان اوفر بكتير لانهم كلهم كانوا مباني ارتفاعها صغير، فنفع معانا الحل دوت. والداينامو اسلوب حلو وفي برامج بس احنا بنستخدم الداينامو. هو بيقبل برمجه. وحضرتك كمان كراجل معماري بقى بتعمل بيه اوبتمايزيشن حتى للمنشا نفسه والاورينتيشن بتاع البيلدنج، علشان حته الانرجي والسستينابيلتي والعالم كله متجه في الاتجاه دوت، فاعتقد ان حضرتك اوير جدا بالحته ديت، وحضرتك شرحت الكلام ده كتير بصراحه في محاضرتك وانا بحييك عليها يعني. الله يكرمك يا دكتور. اتفضل يا دكتور. هو بس حاجه تانية برضو لحته السيفتي، لان انا معايا ناس كتير عامله ريسيرش في القصه ديت. هو طبعا الجزء اللي حضرتك اثرته في موضوع الووك ثرو وان حضرتك تعمل بيه السيفتي بلان، ده حاجه ظريفه جدا او حاجه يعني ايه سمبليفايد ميثود زي ما بيقولوا،
لان دلوقتي احنا بنعمل حاجه فعليا او عملنا حاجه تقريبا في بحث وخلاص، يعني على وشك ان احنا ننشره في مكان قوي، ان احنا ربطنا الكلام ده بالجي اي اس، فبيعمل لك كنترول نفسه كان حضرتك بتشوف الناس نفسها وانت من عن طريق البيلدينج انفورميشن موديلنج، يعني الموديل بتربطه كمان بالجي اي اس، فبيجيب لك حركة الناس اللي شغالة، فحضرتك بتعمل كنترول قوي جدا على موضوع الناس وهل هي عاملة البروكوشنز بتاعت السيفتي ولا لا. فطبعا ده حاجة جميلة حضرتك قلتها بطريقة جميلة جدا دلوقتي او بطريقة بسيطة للطلبة او لمستوى الليفل اللي هو لسه بادئ يتعلم. فبصراحة انا بحييك برضو على النقطة البسيطة ديت او حتة الجرافيتي ديت، برضو ممكن نستفيد منها، وبرضو بالخط او على نفس يعني امبارل شغالين على ان احنا نعمل حاجة زي كده على الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، ان احنا نربط البيلدينج نفسه بالجي اي اس، بان احنا نعمل داتابيز معينة تتربط بحيث ان حضرتك وانت مانجر قاعد في المكتب بتشيك على الكواليتي، سواء كنت بقى حضرتك كواليتي اشورنس او كواليتي كنترولر، وعن طريق البيم مع الجي اي اس، فبتربط الكلام ده كله مع بعضه، فبيجي لك الداتابيز وهل كل حاجة مشيت مع بعض ولا لا. فبرضه دي من الحاجات الجميلة. وحضرتك يعني انا بحب اشكر حضرتك على الجزء البسيط اللي حضرتك شرحته، وانت حضرتك ليك باع كبير يعني، ويعني فعلا حد احنا كلنا بنستفيد منه فعلا يعني. الله يكرمك يا دكتور. هو دلوقتي الموضوع الاستدامه اصبح فيه اهتمام جامد جدا، بالذات مع دول الخليج زي ما حضرتك قلت يا دكتور، وفي مصر موضوع الجرين بيراميدز من الحاجات القويه جدا اللي شغالين فيها دلوقتي في مركز بحوث البناء، حاجه قويه جدا. بيدي نقطتين لو انت شغال بيم، وثلاث نقط لو انت شغال بيم مع الاستدامه، واربع نقط لو انت شغال بيم مع الفاسيلتي مانجمنت. ودي تقريبا مش موجوده في اي كود، لا في الليد ولا في البريم ولا في الجي سيس، ان هو بيشجع على تطبيق البيم في مصر. فدي من النقط القويه جدا. ودلوقتي بقى في حاجه الحضور والانصراف دلوقتي بقى يتم في بعض الاماكن يعني ببصمه القلب، وبيبقى رابطه ان الشخص ده ما ينفعش يقرب من اماكن معينه، فمجرد ان شخص يروح مكان غير مسموح به، يعني شخص مثلا يخش في جنريتور او في الاماكن الخاصه يبدأ يدي لك بالاهانه، بلز معينة يبدا ينور يدي لك حاجة انذار. معينة بقى. انا مره كنت بزور مشروع مثلا معين بدون ذكر اسامي، فلقيت الناس قاعدين في قلب الجنريتور بياكلوا فول وطعميه وبيناموا جنبيه، ويعني ما ينفعش خالص، ما فيش سيفتي. تمام. فهو لو طبقوا فعلا الموضوع دوت، ان اي حد يقرب من مكان يبدا يديله انذار. ودلوقتي بقى مش يعني في بعض الناس بتخليها من خلال الموبايل، لان كل العمال عندهم موبايل، فالموبايل بيدي اشارات. تمام. ودي طريقه رخيصه، بس هم مش جميلة. بيعتمد على نظام الجي اي اس، بيعتمد على نظام تاني مش فاكر اسمه، اي تي دبليو اس حاجه زي كده، لان الجي اي اس مش دقيق قوي في المساحات الصغيره، يعني في 20 متر ما بيبقاش دقيق شويه، انما في انظمه تانية بتبقى دقيقه اكتر، مش فاكر الاسم بالظبط، اي تي دبليو اس حاجه زي كده، بحيث ان هو يقول لي هو في انهي دور، يعني مش مجرد ان هو بيقول لي هو فين، لا في الدور الثالث. وده بيفيدني لو حصل حريقه مثلا او حاجه لا قدر الله، يبدا يبعت لكل واحد انذار يروح لفين. تمام. هي مرتبطه بالار اف اي دي، بحيث ان هو ايه، يقدر باشمهندس سامر الجوهري، باشمهندس سامر الجوهري من الناس اساتذتنا في الفور دي، ربنا يبارك فيه، باشمهندس سامر الجوهري من الناس المحترمه جدا والاقويه جدا في الفور دي. ونشوفك على خير قريبا ان شاء الله. الله يكرمك يا استاذ. مهندس عمر سليم، احنا شاكرين ليك جدا، شكرا وشكرا لحضرتك شيرد معانا في الايفنت بتاع 4 دي 5 دي بام سامت. انا حضرتك بسطت لنا جدا الورك فلو لل 4 دي، ولو حد داخل الكارير باث ده هو بالنسبه له واضح له، حتى لو هو شغال حتى بروفيشنال في از بلاننج انجينير او شغال بس مجرد بيم، هو عارف ان في انتجريشن قوي. حضرتك اديت اوفر فيو كافي في سوفت وير النافس او نبذه عن باقي السوفت ويرز، فاحنا شاكرين ليك جدا، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نشارك حضرتك في وقت في ايفنت تاني باذن الله. الله يكرم شمس، الف شكر لحضرتك، الله يكرم، شكرا ليك. بالنسبه للبارتيسيبنتس، حابين جدا ان انتوا تكتبوا الاسم والايميل ضروري، عشان اللي هيحضر معانا الايفنت لغايه الاخر، لغايه ان شاء الله بكره معانا.